يقدر المساحة، جدار دفاع كاتالوني دي ماريا، يصدر جول جول. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. اتصلت يا باريسي بنجومك العالمية كافاني، دراكسلر ودي ماريا، رهيب والله رهيب. فريق العاصمة الفرنسي عجيب باليسارية الذهبية، أنخال دي ماريا يتعدى زمانه ويحكم بأحكامه في مكانه في مكانه. انفجار بركان في حديقة الأمناء مشاهدينا الكرام، باريس سان جيرمان يأخذ الأسبقية في أوقات نارية. تير شتيغن يعاين الأضرار خارج الديار باليسارية الأرجنتينية، روعة من الروائع العالمية كرة دي ماريا. السيناريو الأول في المباراة ينحني برشلونة مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وهذه الكرة السريعة لدراكسلر مرة أخرى في راتي بالحلول، الإيطالي يمضي ولا يبالي، كرة جول كرة جول. وفي الشباك حتى له في حوار ألماني 100%. قلت لكم مشاهدينا الكرام وصدقت أقوالي، وأن فريق برشلونة يلعب في شوط أول سيء جدا. هدفان مستحقان لفريق العاصمة بفرحة أمري أوناي إمري اللي ذكروا مشاهدينا الكرام، وأنه لم يفز إلا مرة واحدة على فريق برشلونة لما كان يدار في إشبيليا. وعند كيرزا دي ماريا، دي ماريا لو دي ماريا أجمل كرة، أحلى صورة، أنخيل دي ماريا نجم الكرة الأرجنتينية. قلت لكم مشاهدينا الكرام وأنه باريس سان جيرمان أقرب من الهدف الثالث من برشلونة بهدف تثليل الفارق. تياغو موتا يحيي الجمهور ويسجل الحضور، والبي اس جي خارج السرب يغني، خارج السرب يغني. ثلاثية باريزية في الشباك الكتالونية، جبالو دي ماريا، وفي التسعين حتى له هو دي ماريا، هو الرهيب دي ماريا. أداء كتالوني تجاوزته الأحداث بالثلاثية النارية باليسارية الذهبية. برشلونة هذا ليس هو برشلونة اللي نعرفه، لا يمكن بالمرة تقبل هذا الأداء من البابا العالمي. البطء والهفوات وعدم الاستقرار في الأداء، كل عناصر نيمار، والبلجيكي بحالة من الكرة لرابيو، كافاني جول جول. فأنا القناص، فأنا القناص، هو الأوروغواياني اختصاص، صاروخية عابرة للقارات، رهيب والله رهيب. باريس سان جيرمان يعاقب برشلونة ويفتك منه الكرة المضمونة. إيدينسون كافاني يحقق كل الأمانة ومنه برشلونة يعاني. 4-0 مشاهدينا الكرام. إيفان راكيتيتش يأخذ مكان إنيستا، خروج من الباب الصغير للرسام. هذه الكرة من مونييه، شوف البلجيكي ماذا يفعل، شوف الكرة وخروج سريع رهيب كالبرق ينقضي على هذه الكرة. كافاني بكل قوة يصوب أمام جيرار بيكي، يغالط تير شتيغن ويأتي الرباعية التاريخية للفرقة الباريسية. نار 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 في هذا المشوار. باريس سان جيرمان غير عادي، فارس مغوار أمام برشلونة المتعادل.